مبروك دكتورة، نجحتي من جديد. طبعاً نجحت. أعطيني هالإيدين السحريات بدي بوسهم. بالله إبرو لا تلعي كتير، بترجعك أنا عملت شغلي وبس. أصلي؟ أنتي مجنونة شي؟ يعني ولا مرة صارت هيك عملية بالمشفى إلا على إيدك أنتي. رح موت من الغيرة. في شي خبر عن سنان؟ نقلوا شي على الغرفة؟ أكيد بيكونوا نقلوا. طلعي شوفي حبيبتي. أنا آسفة للحظة نسيت إنك تزوجتي. أصلي أنتي زعلانة كتير على سنان شكلك. أنتي لهلأ لساتك بتحبي. طيب إذا بتحبي هيك ليش تزوجتي؟ أعذريني لازم روح هلأ وفرحهم لعيلة إسراء. يلا. خير فرهاد، شو صاير؟ قال لي انت شو عم تعمل هون؟ قال لي عابدين انك بالمشفى، اتصل هاكان. بعرف، اتصل فيني كمان، هلأ شفته. اخوك ونسيبك اتفقوا وبلشوا يدوروا عليه لآدم. وصلهم بلاغ عن جسي قبل شوي وقال هاكان انه اوصافه بالطابق آدم، برأيي اني روح واخفي جسة. ليش وينا؟ اجاهم الخبر من شوي، ما بيعرفوا وين بدها تروح الجسة، بس اذا بدك فيني اعرف. ماشي، انت عارف وخبرني ولا تتدخل بالباقي، انا بحلها. انت شو عم تعمل هون؟ روح شوف شغلك يا جنيد. ليك طلعت انسي اصلي. الحمد لله على السلامه. إسراء كتير منيحة ورح تكون أحسن. ماشي؟ الله يرضى عليك يا بنتي، شكرك كتير. أستغفر الله، بترجعكم هلأ. اسمعوني، ريحوا ولا تاكلوا هم. ماشي. طمنوا. ماشي ماشي. شكرا شكرا يا دكتورة. شكرا. إسراء صارت كتير منيحة. كنتي عم تقولي بتقرفي مني؟ أنا قلت ضالل فيك قطعة صغيرة من الإنسانية جواتك، بس طلعت غلطانة. شكراً لأنك ذكرتني. خلصتي شغلك؟ إيه خلصت، بس عم استنى قصدي لتفيق البنت. لا تاخدي وش وتكتري، فهمتي؟ خلي حدا غيرك يستنى. أمشي يلا. ماشي، رح روح وقع التقرير وغير تيابي هدول وجايتك فورا. بعرف انه حبيبك سنان بالطابق الفوقاني، لهيك بحذرك، والا ما رح تقدري تصلحي الصوره مثل العمليه اللي عملتيها. جاهز التقرير؟ ايه صار جاهز. لما تفيق اسراء خبروني فورا وخبروا عيلتها. ماشي؟ ما تاكليهم. يعطيك العافيه. أصلي استني شوي. شو يلي عم بيصير؟ فيك تشرحي لي شو القصة؟ أنا بعرف إنه كل هالشي صار بسببي، كنت رح روح أنا، عم رحتي أنتي وبعدين اختفيتي وما قدرنا نوصل لك، وهلأ عم تقولي إنك تزوجتي. أصلي بترجاكي قليلي، اسمعيني أنا فيني ساعدك، أنا بعرف هدول الناس. إبرو للأسف أخر الوقت، بشوفك. بدك تشتري محارم؟ محارم يا أنسة؟ بدك تشتري محارم؟ أكيد بشتري يا عيوني، معقول ما أشتري؟ استنى شوي. خد، بس وعدني إنك رح تصرف هالمصاري على حالك. وعد،
ماشي يا بطل، صرفهم على حالك. ها ما رح يخلوه يتصرف فيهم، على الأقل ما رح يعصبوا عليه لما يرجع على البيت لأنه معه مصاري، هيك بيعملوه أحسن. كأنك بتعرفي كتير يا دكتورة. ما بعرف، بس في شيء وحيد بعرفه، أنه لما يكون عندك أمل فيك تتحمل الحياة أكتر. جرب، ما رح تندم. بالأصل الأمل بيقتل، بيتعب، وبالأخص الأمل الفاضي. ما علموكي هالشي بالطب ما هيك؟